الاحتكاك هو خلينا نفرض انه عندنا سطح قطعة من الارض، خلينا نقول هاي مثبتين عليها او واقف عليها فد بلوك او خلينا نقول بوكس كونتينر عادي، بوكس خزان اي شيء. جينا حاولنا نسلط قوة منه ندفعه للبوكس على القاع. اذا القوة كلش ضعيفة بسيطة، مثل خلينا نفرض طفل اجي يدفع البوكس منه، هذا الجسم ما راح يتحرك، فراح يبقى بحالة ستاتيك. ستاتيك يعني ثبات، عدم حركة. فالقوة بسيطة، البي صغيرونه ما اندفع البوكس. يجي شخص ثاني سلط قوة أكبر بحيث البوكس انزلق، اندفع على القاع مشابه الاتجاه. هاي الحالة يسموها السلايدينج، أو يسموها همتين السليبينج. اثنينهن نفس المعنى، اثنينهن معناهن انزلاق، أو إنه الجسم عبر حالة الاستاتيك اللي هي عدم الحركة. هسه هاي الصغيرونة هي حالة استاتيك، اللي شوية أعلى من عدها قوة إنسان بالغ، خنقول دفعة البوكس عادي اندفع. يجي شخص ثالث يدفع البوكس منه، بمثل هيجي حالة ممكن البوكس راح ينقلب. تخيلوا ثلاجة وتدفعها من فوق تنقلب أكيد. فهاي حالة يسموها التيبينج، اللي هي الانقلاب. فالجسم يمر بثلاث مراحل بالنسبة للفريكشن، أما يبقى ستاتيك لما تكون القوة بسيطة، أو ممكن ينزلق بسلايدنج إذا القوة يعني خلت إنه نقول بسيط يعني جيدة نسبيا، قدر ينزلق، أما ينقلب. وهاي دون خلوها ببالكم، ثلاجة وتدفعها من أعلى نقطة من نقاطها أكيد رأسا راح تنقلب. زين، هسا نجي نسولف ذني شون نتعامل وياها الحالات الحركة الثلاثة. حالة الستاتيك أو هن بكل الحالات، من يجي يعطيك هذا البوكس ترسم له الفري بودي دايجرام مالته. يعني شون؟ يعني هذا البوكس شنو هسه القوى المؤثرات عليه؟ أول وحدة الوزن، وزنه الذاتي، العفو. الرسم هنا كلش صعب. وزنه الذاتي يأثر بمركز المربع، فهذا الـ W وزن البوكس. قانون نيوتن شي يقول إذا تذكروا من الإعدادية، لكل فعل رد فعل مساوي بالمقدار معاكس بالاتجاه. هسه الـ W اللي هو الوزن أكيد إلى رد فعل، لأن هو قوة، فإذا رد الفعل راح يكون هنا اسمه N. كل قوة إلها رد فعل مساوي بالمقدار معاكس بالاتجاه، أوكي، فهي N. زين هاي الـ N إذا سطح التلامس طويل هيجي، يعني سطح تلامس يعني البوكس الأرضية مالته سطح التلامس مالته واسع، الآن ما أرسمها بنفس النقطة، ما أرسمها بالمركز، أرسمها على مسافة، هاي المسافة أسميها X. هسه احنا قلنا عندنا بوكس تأثر عليه قوة وزن، الوزن الذاتي مالته. إذا جيت أطبق عليه قاعدة نيوتن، لكل قوة يعني لكل فعل رد فعل، فهذا الفعل اللي هو W رد الفعل مالته هو N مساوي بالمقدار معاكس بالاتجاه، أوكي، بس ما يأثرون بنفس النقطة، يبعد عنه بمسافة X. ليش؟ لأن سطح التلامس طويل. تفضل بهاء، سويت ريز هاند، محتاج شيء؟ دكتورة هاي المحاضرة مسجلة؟ أي أي هاي تمام، لا شكرا، العفو. زين هسه احنا خلصنا من رد الفعل الاول. طيب اذا هو هذا الجسم، هسه نجي نرسم قوة السحب او الدفع اللي سلطناها عليه. قوة الدفع هذه اللي هي بي، بس ما راح ارسمها هنا، خلي امسحها وارسمها بالاتجاه الثاني او بالجهة الثانية،
ما تفرق عندي بشي لأن هي بنفس الاتجاه، راح أرسمها هيجي. فهاي القوة اللي دفعنا بيها الجسم اسمها بي، هنسميها نفس الكتاب. سحبت الجسم بقوة اسمها بي. الجسم هسه إذا يريد يجي بيدي وينسحب لوين راح يتحرك؟ راح يتحرك لليمين، مو تمام؟ إذا ما دام تحرك لليمين راح تتولد قوة معاكسة هنا عكسه، مو كل فعل رد فعل مساوي بالمقدار معاكس بالاتجاه، اسمها F. هسه اتفقنا W عكسها N، اثنيناتهم عموديات، وإذا سطح التماس طويل فالN ما تقع على نفس النقطة مال W، تبعد مسافة X. قوة السحب B وين موجودة؟ موجودة رايحة لليمين، إذا الـ F تصير عندك لليسار. دائما تخيل الشكل، شلون إذا يمشي، إذا يجي بيدك بسبب الحركة شلون يتجه؟ إذا اتجه لليمين تخلي الـ F عكسها، دير بالكم تغلطون بهاي. إذا قوة الدفع هيجي صايرة، إذا القوة B هيجي صايرة، إذا الـ F هيجي تصير تماما عكسها. زين، هسه ذني اتفقنا عليهن. ماكو شيء بالوجود ما بيه احتكاك، ما دام سطحين متلامسين لازم اكو احتكاك. مرات حتى بالسوائل، حتى بالموائع، بالفلويد، زيوت، مي، خزانات، مدري شنو، لازم بيها احتكاك. فالسوائل بالذات اكو الهن الفلويد فريكشن، معامل احتكاك خاص بالمائع، وهذا شيء احنا ما نتدخل به حاليا. يمكن يتدخلون به اكثر جماعة الميكانيك، مهندسين الميكانيك. فبشكل عام بس ارد اقول حتى المي اللي احنا متخيلين انه هو يعني ما بيحتكاك، هو همين بيحتكاك. احنا ندرس بالدراي فريكشن، موضوع دراستنا هو الدراي فريكشن اللي هو الاحتكاك الجاف اللي هو يصير بين السطوح المتلامسة للأجسام. هذا اكتشف العالم كولومب. كولومب بيقول انه كولومب بيقول لما عندك بودي هذا الشكل مثلا، قوة الوزن مسلطة عليه بالمركز واجيت سحبته انت بفعل القوة بي، اذا راح ترد عليه قوة رد الفعل اللي هي ان، وراح تأثر عليه قوة الاحتكاك اللي هي اف. قوة الاحتكاك هاي من جتي؟ جتي انه ماكو سطح سموث تماما، سموث يعني ناعم، ماكو سطح بالوجود ناعم تماما بحيث ما يصير باحتكاك. حتى المي اللي هو كلش ناعم هماتين باحتكاك اللي هو احتكاك المائع. فأي شكل بالوجود بهاي تعرجات بالنسبة للبوكس، فهذا البوكس اذا جينا كبرناه مثلا بالمجهر صارت به تعرجات هيجي. سطح الارض هذا هماتين به تعرجات، هاي التعرجات تولد تماس بين الجسمين، بين البوكس وبين الأرض. هذا التماس سبب لي القوة F اللي هي قوة الاحتكاك. نجي ل F. ال F شو تساوي؟ تساوي معامل الاحتكاك اللي نصيح له ميو M، بس مو كاملة يعني، ميو في ال N، في رد الفعل مال هذا السطح. احنا صارت عندنا مجموعة نقاط لازم نحفظها ونتذكرها زين. بوكس تأثر عليه قوة الوزن مالته، راح ترد عليه N اللي هي رد الفعل. سحبته، ما دام سحبته حتى لو بقوة كلش بسيطة، حتى لو يعني قابلية الطفل سحبته، راح تتولد عليه قوة F. ال F تساوي معامل الاحتكاك بين الأرض والبوكس في الـ N اللي هي هاي القوة العمودية. إذا افتهمنا هاي الأمور ثلاثة أرباع المسائل مال الفريكشن تنحل. أهم شي بيها نفهم هذا الفري بودي دايجرام وشون يرسم وشون نعوض عن القوة بي. هسا راح ناخذ مثال كلش بسيط، هذا أني يعني أنا معلمتكم شرح مو كلش يعني إحنا وياه، لأن الأسئلة كلها مسائل تجي. هذني بروسيجرات حل أثناء الأمثلة راح نفتهمهن بالتدريج. هذني سولفنا بيهن الـ no apparent embedded motion اللي هو حالة إنه الجسم
ظل ستاتيك ما تحرك، وهذا حالة الانزلاق اللي هم ينسولف نبي. وأكو حالة مال التيبينج، هسه ذني ما أريد نسولف بيهن مباشرة، نروح للمثال. المثال هنا يقول طبعا طلاب أمثلة الفريكشن كلش مهم بيها إنه تقرأ المنطوق، كلش مهم، لازم تركزون بقراءة منطوق السؤال. يجوز التراس يعني سهلة ما يحتاج تقرأ كله، يجوز السنترويد ما يحتاج، بس الفريكشن كلش ضروري ترجمون منطوق السؤال. هسه هنا يقول 100 باوند بلوك، يعني بلوك هذا المربع الوزن اسمه بلوك، يعني هو صح له بلوك، وزنه 100 باوند، ال W 100 باوند، in the figure، فيج يعني فيجر في الشكل يعني، is initially at rest، مبدئيا في حالة سكون حركة، العفو سكون حركة يعني ماكو حركة، rest حالة هدوء سكون، on the horizontal plane على هذا السطح الأفقي. يعني هذا البلوك اللي وزنه 100 باوند في حالة سكون على هذا السطح الأفقي. Determine حدد the friction force. Friction force، احنا قبل شوية لما نسولفنا بذني ايش قلنا، وين هالفريكشن فورس؟ هذه قوة سحب وهذه قوة وزن، هذه قوة رد فعل، هاي الفريكشن فورس. فيريد احسب له الفريكشن فورس، يعني يريد الاف between the block on the surface، يريد قوة الاحتكاك بين هذا البلوك الأزرق والسيرفس السطح الأفقي، قوة الاحتكاك الموجودة بيناتهم. After B was gradually increased from 0 to 30 pound، بعد ما القوة B بدت أنه تزداد تدريجيا من 0 إلى 30 pound، هاي من 0 إلى 30 إحنا ما نهتم بيها، إحنا يعني نقول إنه البي تساوي 30، فما لكم علاقة بهاي الزيادة التدريجية، إحنا نأخذ الحمل النهائي. هسا إذا عندي معلومة تقول إنه البي تساوي 30 وإنه الوزن هو 100، خلنا نجي نحله. بالبداية خلنا نجي نرسم الفري بودي دايجرام مالته. فري بودي دايجرام يعني ملخص القوى المؤثرة عليه، شنو ملخص القوى المؤثرة على هذا الجسم، اسمه free body diagram. free اختصار للفري، وbody وdiagram. فمجموعة القوى المؤثرة عليه شنو؟ أول وحدة الوزن اللي هي 100 باوند، أنزلها هاي 100 باوند. ليش خليتها بالنص؟ لأن هو مستطيل، السنترويد مالته بالنص، فإذا أردت أسلط المية أخليها بالنص، هاي 100. لكل قوة، لكل فعل رد فعل، إذا هاي N. ليش رسمتها على طرف؟ لأنه سطح التماس طويل، فأرسمها على جهة. زين، فش بقى عندي؟ بقت عندي البي اللي هي تساوي 30، مطينيها بالسؤال. هسه شو نقدر نسوي؟ يريد الاف اللي هي هاي القوه. ليش رسمتها بهالاتجاه؟ لان هو مطيني بالسؤال البي رايحه لليمنى، اذا الاف تروح لليسرى. زين، هسه اذا اخذت سميشن اف واي تساوي 0، كل شيء للاعلى موجب، ايش راح يصير عندي؟ شنو القوه العموديه المؤثره على هذا الجسم؟ عندي الان للاعلى والمية للاسفل، بعد ما عندي شيء عمودي. اذا الان للاعلى موجبه، المية للاسفل سالبه، طلعت لي الان. نجي القوه الافقيه شنو؟ ناخذ سميشن اف اكس هماتين تساوي 0، كل شيء لليمين موجب، فبهالاتجاه البي تساوي 30. راح اجي اقول بي لليمين موجب، وهذه سالب الاف، طلعت لي ال F تساوي B وتساوي 30 باوند. طلعت ال F اللي يحتاجها الجسم حتى يتحرك. زين، هل هو راح يقدر يتحرك فعلا؟ احنا شعدنا هماتين قبل شوي، ايش كتبت لكم؟
كتبنا إنه الـ F تساوي ميو في الـ N. F هي ميو في الـ N. إذن يا ميو منعتين اللي آخذه، هو هسه اثنين مطيني بالسؤال اثنين ميو. شوفوا هاي ما سولفنا بيها، نسيتها. الميو أكو ميو ستاتيك وأكو ميو كينيتيك يصيحولها، بس ركزوا ياي بيها شوية. إذا أكيد كلكم مجربين تدفعون سيارة بالبداية، يعني تحتاج مرات إذا سيارة يعني كبيرة شوية تحتاج جماعة يدفعون وياك، يلا تحركها بالبداية حركة أولية، من تتحرك حركة أولية بعدين تقدر تدفعها وحدك إذا منتبهين. هذا شنو اللي دا يصير؟ إنه معامل الاحتكاك لميو اس اللي هو ستاتيك عالي، بينما الميو كينيتيك الحركي يصير واطي، مثل هذا بوينت 2 وهذا بوينت 5. حتى تتغلب على معامل الاحتكاك الحركي تحتاج قوة أكبر، لأن هو معامل أعلى. من تبدي السيارة تتحرك ينخفض عندك معامل الاحتكاك، يصير مو ستاتيك، يصير كينيتيك، ومعامل الاحتكاك الحركي أبسط يصير من الاستاتيكي. يعني شو مثل ما تقول تحتاج لها دفعة أولية، يلا تقدر تدفعها وحدك. فحتى تتغلب على قوة الاحتكاك الجاية من معامل الاحتكاك الاستاتيكي، يعني شنو مثلا معامل الاحتكاك الاستاتيكي، لحظة بالله، يعني حتى تتغلب على هاي التعرجات، أوكي، لازم تتجاوز معامل الاحتكاك الاستاتيكي. شلون تتجاوزها؟ انه ذني بعد الدفعة الاولى خنقول مثل اللي يتكسرن، من ذني يتكسرن النتوءات بالدفعة الاولى صار الجسم املس شوية، تحول الى معامل احتكاك كينيتيك حركي، فهذا يصير ابسط ويصير اقل من الاستاتيكي. هذين الارقام مو قيم ثابتة بس بشكل عام هو هي. هسه احنا طلعنا قوة F اللي قلنا حتى الجسم يتغلب على الاحتكاك يحتاج قوة مقدارها 30. زين، ايش قد ال FS اصلا اللي هي ميو في الـ N؟ هي 0.5 معامل الاحتكاك الاستاتيكي في الـ N في رد الفعل. ف 0.5 في 100 طلعت 50، يعني حتى الجسم يتحرك شي يحتاج 50 باوند. الموجود اصلا ايش قد؟ موجود 30. القوة اللي أنا مسلطتها سببت لي احتكاك مقدارة 30. حتى الجسم يتحرك، وهي FS هذه الحركة الشروعية مثل ما نقول، أو حتى يبدي الجسم يتحرك راح أحتاج 50. إذن هذا الجسم هسه ساكن لو متحرك؟ ساكن دكتورة، ساكن، لأن هاي أقل بلي ساكن، لأن البي أقل من الاف ساكن من قوة الاحتكاك، لأن الاف أقل من اف اس، ما العلاقة ثانية بالبي، هاي شوية ضرورية لأن مرات أكو أكثر من قوة بي هنا، فما تدري ويا من ويا هي من هنا تقارن، فاف تقارنها ويا اف اس، هنا أنا صدفت إنه الاف تساوي بي. تمام تمام دكتور. زين هسه خلاص الجسم معناها هسه في حالة سكون، وها هي هنا مطيني كومنت يعني تعليق يقول في حالة انه معامل الاحتكاك الحركي كان 0.25 مو 0.5، فبهاي الحالة شو راح نقول الـ FS شو راح يساوي؟ هي معامل الاحتكاك الحركي في الـ N، الـ N هي 100، الحركي 0.25 في 100 راح تطلع 25، والاف اللي احنا مطلعيها هنا طلعت 30. القوة اف الموجودة هنا هي 30، واللازمة للاحتكاك 25. يعني بعد شوفوا هاي الاف اس شنو معناها، خلينا نترجمها بشكل الطف. ال 25 القوة اللي بعد فيه الجسم يبدي يتحرك، القوة اللي بعد فيه اللي اذا تجاوزتها الجسم يبدي يتحرك. يعني إذا الـ FS أقل من الـ F الجسم ما يتحرك، بس إذا الـ FS العفو إذا الـ FS
ال F أكبر من ال FS يتحرك الجسم. إذا ال F أكبر من ال FS يتحرك الجسم. هسه هنا صارت ال F اللي هي 30، هذه اللي هي 30 أكبر من ال FS اللي هي 25. هذا مثال ثاني يقول بي بلوك مقداره 100 باوند is at rest on a roof horizontal plan. هاي النقطة مهمة وقلت لكم عليها إذا تذكرون بالكورس الأول. هذه الكلمة معناها خشن، ما دام قال لي خشن يعني أكو احتكاك. مرات بالسؤال يقول لي الجسم سموث، بس لحظة، سموث سموث يعني أملس. إذا أملس ما عندك F، F تساوي صفر. فد شوية راح تمر علينا أمثلة يقول لي الـ points كذا أو النقطة كذا هي smooth. ما دام smooth ما تجي من تجي ترسم free body diagram ما تعوض بها، ما تعوض لها صفر، يعني F ما ترسم لها F وتعوضها صفر. هسه هنا بهذا السؤال يقول 100 pound block is raised on a roof horizontal plan، يعني هذا السطح خشن يعني بيه احتكاك. Before the force B is applied, determine the magnitude of B. حدد قيمة B that would cause embedded sliding to the right. حدد قيمة B التي سوف تسبب embedded، يعني شلون مثل ما نقول تقريبا أو على وشك embedding، على وشك تخلي الجسم انه على وشك يبدي ينزلق لليمين. زين، فهسه الجسم على وشك انه يبدي ينزلق لليمين، عندي الوزن مالته مقداره 100 ويريد مقدار البي اللي تخليه على وشك الانزلاق. تمام، اجي ارسم الفري بودي دايجرام مالته. القوة المؤثره عليه شنو؟ عندي قوه الوزن مالته اللي هي 100 للاسفل، وعندي البي اللي هي مجهوله. لكل فعل رد فعل مساوي بالمقدار، إذا أخلي N هنا مالت يعني أو ابتعدت بمسافة مقدار X. هاي بعدين نوصل لها لما نوصل لموضوع التيبينج نتناقش بها هاي ونستفاد منها. طيب ال B دا تتحرك لليمين، إذا ال F لليسار. هسه عادي أسوي free body diagram، العفو أخذ summation of X summation of Y على مود أحل المسألة. summation of Y تساوي صفر، من عدها نطلع الـ N اللي هي راح تطلع تساوي 100. بعد ما أقدر أقول summation fx مثل السؤال السابق، لأن هنا الـ B مجهولة والـ F همتين مجهولة. خلينا نجي نطلع الـ F شقد. الـ fs خلينا نقول تساوي ميو في الـ N، وتساوي شقد هسه؟ الميو عندي آخذ الاستاتيكي، لو الـ point 2 آخذ الاستاتيكي، فهو point 5 مية اللي هي الان وتساوي 50 باوند. هاي اف اس. ليش انا قبل شوية زميلكم قال الاف اس وسواها للاف اعترضت، قلنا مو دوم تساويها. هسه ليش سويناها؟ احد عنده فكرة؟ يعني لان السطح خشن دكتورة. لا. لأن شوفوا هو ايش قايل بالسؤال، قايل تخلي الجسم على وشك انه ينزلق. قبل شوي ايش قلت لكم؟ قلت لكم الاف اس هي القوة اللي بعد هي الجسم يبدي ينزلق. فبما انه هو بالسؤال قايل لي الجسم اريده على وشك انه ينزلق، اذا اجي الاف اس اساويها للاف وأقول عادي إنه الـ F تساوي هسا 50 باوند. يريد القوة اللي بعدها الجسم يبدي ينزلق، فهي شنية؟ هي الـ FS بالحقيقة، فطلعناها. أحد عنده إشكال لحد هسا؟ واضح الموضوع؟ نعم دكتورة واضح إن شاء الله. دكتورة واضح الموضوع إن شاء الله. هسه شوية نجي لهذا المثال اللي بي قايل انه السطح سموث.
قبل شوية أكدت عليكم أنه إذا سطح التماس طويل تبتعد رد الفعل N يبتعد مسافة، إذا سطح التلامس أو التماس نقطة مثل هاي، هذا درج مسنود على جدار وعلى الأرض، فسطح التماس دكتورة بس إذا يبتعد غير لازم ينطيك مثل المسافة على مود بالانقلاب تطبقها بالعزيم لو لا بالانقلاب نطبقها؟ يعني مدة تطلع العزم لازم تعطيك المسافات فيها. هذا احنا راح نعالج هذا الموضوع بدون ما يعطينا المسافة X، راح ناخذ عزم بحيث بمكان بحيث يعني تلغي هاي الأمور، أو هو مرات بالسؤال يطلب ويا المسافة X، هو بالسؤال مرات هو يطلبها. تمام دكتور إن شاء الله. هسا خلي نسولف أول شيء بمنطق السؤال اللي هو أهم شيء اتفقنا. The uniform 10 كيلوغرام لادر in the figure. Uniform معناها منتظم، 10 كيلوغرام لادر، لادر هو لادر هو درج، 10 كيلوغرام rest against smooth wall at B. rest يستقر، against على smooth wall at B. smooth wall حائط ناعم. ما دام قال لي حائط ناعم يعني هنا أنا ما عندي قوة اسمها F، كل F ما عندي هنا، عندي بس رد فعل. رد فعل الجدار على الدرج. And the end A raised on roof horizontal plane. نقطة A هي roof خشن، هذه أي خشن يعني بيها احتكاك، وهذه سموث ما بيها احتكاك، فهاي F هنا خلصانين من عندها، منتهين من عندها، ما عندي F هنا، عندي بس هنا أكو F. خل أرسمها هيجي، بس هو غلط أرسمها هيجي. خنكمل هسه. Horizontal plane for which the coefficient of static friction is μs تساوي 0.3. يعني معامل الاحتكاك بهاي النقطة هو 0.3، الميو هنا 0.3 عند A. هنا أنا ما أعطاني ميو، ليش؟ لأن ما أحتاجها، لأن ما عندي F هنا، ما عندي احتكاك، هو سموث فما يعطيني إلا معامل احتكاك. determine وإذا أعطاني إياه فيريد يغلطني، بالمناسبة إذا أعطاني إياه ما أستعمله، يريد يغلطني. determine the angle of the inclination theta of the ladder and the normal reaction at B if the ladder is on average of slipping. زين خلينا نجي نترجمهن. يريد مقدار الثيتا اللي تخلي الدرج على وشك انه ينزلق، هماتين على وشك انه ينزلق. زين هسه خلينا نجي نرسم الفري بودي دايجرام مالته. قال انه هذا درج مسند من جهة على حائط، والحائط سموث، سموث اوكي، اذا نترد عليه قوة رد فعل وحدة راح اسميها ان بي، ومن الجهة الثانية هماتين يستند على الارض اللي هي ترد عليها بقوة رد فعل اللي راح نسميها ان اي. صار رد الفعل هنا نقطة وما يبعد مسافة لأنه سطح التماس حاليا نقطة، فرد الفعل يصير بنفس النقطة مال التماس، ما عندي سطح طويل آني. زين فالتماس هسا اتفقنا يصير بنقطة اللي هي بنفس نقطة التماس، رد الفعل يصير بنقطة اللي هي نفس نقطة التماس. بعد إيش عندي؟ عندي قوة الوزن اللي هي 10 كيلو نيوتن أو كيلوغرام، 10 كيلوغرام. هسه نجي نفكر بالاف، هنا احنا قلنا ما عندنا اف، بس هنا عندنا لان هذا السطح خشن، شلون ارسم الاف هسه؟ شنو رايكم؟ الاف حتى ارسمها لازم اتخيل اتجاه الحركه مالته، اذا يريد ينزلق لوين ينزلق؟ اذا يريد ينزلق ينزلق غير اتجاه اليسار، العفو
لا الخلفي إيه يعني يوقع للقاع. بالضبط. إذا الإف بالعكس اللي هي هاي، أنا باوع للانزلاق مالته، شلون إذا أريد أتحرك شلون يجي بيدي؟ يجي لهالجهة يروح لليسار ينطبق ويا القاع مثل ما نقول، إذا الإف هي عكس اتجاه الحركة مالته. زين هاي الإف بهاي النقطة، واحد منكم يقول بنقطة بي ليش ما عندنا؟ لأنه هي اتفقنا عليها أنه هي سموث فما نفكر بها نهائيا. هسه تقريبا صار السؤال إلى حد ما سهل. إيش راح أحتاج أطلع؟ راح أطلع ثيتا اللي تخلي الجسم في حالة أنه يوشك ينزلق، تمام. إيش راح أسوي أول شيء؟ هذني القوة اللي قدامي، أخذ summation fx summation fy أطلعهن. عرفت أحل السؤال؟ ما عرفت أحله، بكل الأحوال أبلش بيه. summation fx أعرف أخذ، وsummation fy أعرف أخذ، من أخذهن كلهن وأطلعهن كلهن حتى لو ما عرفت أطلع ثيتا فأني ما أخذت 3 أرباع الدرجة. بس حتى ثيتا هسه هم نتعلم شلون نطلعها. هسه نجي ناخذ يعني free body diagram رسمناه، قصدي ناخذ summation fx وsummation fy. قبل كل شيء أباوع الوزن مال اللادر مطنية بالكيلوغرام، احنا ما عندنا تعامل بالكيلوغرام، احنا نتعامل بالكيلو نيوتن. لازم برضه بالتعجيل عاش تيدك، هو هنا أنا مجرد ضربة بالتعجيل الأرضي اللي هو 9.81 فمحولة إلى نيوتن على مود تطلع على كل القوى بالنيوتن. شغلة ثانية انه اللادر هذا مطيني طوله المائل اللي هو 4 أمتار، واني ما استفاد منه، احتاج احوله الى عمودي وافقي، لان عندي الان هسه اذا مثلا اذا ردت اخذ عزم واطلع ان احتاج اضرب ارتفاعات عموديه وافقيه، فهو مطيني هذا الطول المائل، هذا نجي نحوله، هذا كله 4 أمتار. اذا اريد العمودي اخذ له ساين اكيد يعني، فيصير 4 sin θ، واذا اريد الافقي اخذ له كوساين، فصير 4 cos θ، هذا الافقي. هو جاي قاسمها نصين باعتبار انه اللادر الوزن مالته هو خاط يعني او مستطيل فيأثر بالنص، فقسمها الى مترين منه ومترين منه في كوساين ثيتا. هسه راح نجي ناخذ summation of y تساوي 0. ايش عندي عمودي؟ عندي ال NA ويا الوزن اللي هي 10 في 9.81، من هاي راح أطلع ال NA. ال FA شو تساوي؟ احنا قلنا ميو اس في ال N، ميو في نفسية ما طلعنا ال NA في الميو. فهسا راح نقول تساوي الميو، هو مطينيا 0.3 بمنطوق السؤال، في 98.1 اللي هي هاي الخطوة. بس هسا أرد أرجع للي قاله زميلكم قبل شوية، هنا أنا هماتين ساوينا بين الـ FS وبين الـ F. ليش؟ لأنه بالسؤال ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي أريد الجسم على وشك الحركة، على وشك انه ينزلق، فبهاي الحالة اساوي بين ال F وال F S. زين هسه اني اخذت summation of y طلعت ال N A اللي هي هاي، بعد اقول ال F S او ال F A تساوي 0.3 معامل الاحتكاك في ال N، طلعت قيمتها. كملت من summation of y، خل اشوف ال summation F X بشنو تفيدني. اجي اباوع summation F X، إذا أخذتها راح تساوي لي بين ال F وبين ال N B، اثنينهن مجاهيل لو بيهن وحدة معلومة. هاي طلعناها اللي هي F A، مو؟ إيه طلعناها هاي وياها F A اللي هي طلعت 29. إذا أخذت summation F X تطلع لي ال N B، فsummation F X تساوي 0، ال N B اتجاهها لليسار وهذه لليمين، طلعت لي قيمة NB. حتى لو لا سامح الله ما عرفت تطلع قيمة ثيتا، أرسم الفري بودي دياجرام، طلع القوة وحل.
تبقى الثيتا خنقول خطوة أخيرة ما عليها هواي درجة. فاينالي يريد الأنجل الثيتا، هاي شلون نطلعها؟ نقدر ناخذ عزم بنقطة A هنا، بحيث ال NB أضربها في ارتفاعها العمودي. العمودي شنو مالتها؟ 4 ساين الثيتا العمودي مالتها، وبعد عدي قوة الوزن اللي هو عمودية هي، فأضربها في بعدها الأفقي اللي هو هذا اللي هو 2 كوساين الثيتا. بهاي الحالة شو راح تصير عدي؟ راح تصير عدي معادلة بها ساين وكوساين ثيتا، أقسم طرفين المعادلة على كوساين وتنحل، يعني ما عندي مشكلة بها. هاي تعرفون نحلها لو يعني أحلها بيدي، لو تعرفونها شلون صارت عندكم. معقد دكتورة، وش معقد؟ ما بيها شيء. إن شاء الله هي هاي المعادلة ماكو من summation moment تساوي صفر، مجرد أجي أقسم المعادلة كلها أقسمها على كوساين ثيتا، فهاي الكوساين وهاي الكوساين تروح، تبقى لي 29.43 ساين ثيتا على كوساين ثيتا ناقص 10 في 9.81 تساوي صفر. هذه تصير 29.43 ساين على كوساين يصير تان ثيتا، وتساوي هذه هنقولها للطرف الثاني تصير يعني 10 في 9.81. هسه تان ثيتا شي يساوي؟ يساوي هاي اللي هي 10 في 9.81 يتقسم على 29.43. هاي تطبقوها بالحاسبة، تاخذون تان انفيرس تطلع لكم الزاوية هذه. خلينا نراجع السؤال. دكتورة بس تفضل. الله يخليك. شلون القوة العمودية؟ مو خلنا عزم البعد شلون صار؟ البعد شلون صار؟ 2 كوساين ثيتا زي 2 كوساين ثيتا، مو قوة هي شلون صار؟ ليش قوة 2 كوساين ثيتا؟ هو مو كل شيء، مو كل شيء مضروب بساين وكوساين هو قوة، مو بالضرورة. شوف أنا عندي جينيسر معادلة فيثاغورس الار تربيع يساوي تحت الجذر اي تربيع زائد بي تربيع، هو يصير بس هنج وين هنا الاي تربيع والبي تربيع؟ انت عندك بس اثنين اوقفلي، انت مطيك بالسؤال بس هذا الميل الضلع المائل مال فيثاغورس، مطيك الار بس ما عندك اي يو بي. يعني عندك اي تربيع زائد بي تربيع تساوي 4 تربيع، شلون هسه شلون اطلع الاي والبي؟ فالجئ المن الجئ القوانين الزوايا والثيتا. شو نقول؟ نقول بما انه هاي الزاويه هي ثيتا، الساين الثيتا شو يساوي؟ المقابل على شنو؟ الوتر. المقابل على الوتر. المقابل ايش قد؟ ما معروف. فراح اقول 4 راح يصير البي تساوي 4 ساين الثيتا، تمام هيجي؟ تمام. اللي هي هاي. تمام دكتور. 4 ساين الثيتا. نفس القضية أكررها هنا. هذا مجاور للزاوية، فهو كوساين. كوساين ثيتا شو يساوي؟ المجاور اللي هو أي على الوتر. فالأي هسه شو تساوي؟ تساوي 4 في كوساين ثيتا. هسه انحلت المسألة هاي مال إنه هي ليش ساين ليش كوساين، وإنه مو كل فشي مضروب بساين وكوساين هو زاوية، العفو هو قوة، لا ممكن هو طول مائل ينضرب بساين وكوساين حتى يتعدل، ما عندنا بها إشكال. تبقى استفسارك. تمام دكتور. تبقى استفسارك إنه ليش هذه صارت بالنص القوة؟ عادي، هو ما دام شيء يعني بالوسط، ما دام القوة بالوسط إذا نصف هاي المسافة، يعني هو وزن ودائما الوزن بالنص، فمن صلت عموديا راح يقسم لي المسافة الأفقية إلى جزئين، ما أصور به إشكال.
هو ينحط بالنص، هو التورة ينحط تمام بالنص يقسمها. عشت ايدك. هسه بعد قلنا خلي نسولف بيه مرة ثانية كملخص سريع. مطيني درج مسند على حائط سموث. سموث يعني عندي بس رد فعل هنا أنا. سموث يعني عندي رد فعل هنا اسمه أن. سميته بي لأنه النقطة هاي هي بي. وش قايل بعد؟ قايل السطح الثاني أو النقطة الثانية هو روف يعني بي احتكاك، فهاي اسمها أن أي بها رد فعل وبي احتكاك. الدرج إذا يريد ينزلق يجي هيجي وبعدين هيجي وبعدين هيجي لان ينطبق ويا القاع، إذا من يتحرك يتحرك هيجي. إذا الأف إيش راح يصير؟ راح يصير عكسه وتكون اتجاهها لليمين، فتنرسم بهالشكل اف. قايل لي بالسؤال الاف يعني او الدرج اريده على وشك انه يتحرك، ما دام قال لي على وشك انه يتحرك معناها الاف لما نريدها من السؤال اطلعها من قانون الميو في الان. وين عندي اف انا بالسؤال؟ هنا أنا ما عندي بس هنا عندي، اذا هاي الاف ايش اقول عنها؟ اقول عنها ميو في الان مالتها اللي هي بنفس النقطة مال الحركة الـ NA، لازم NA لأن هنا ما عندي مالها علاقة هاي بهاي، لازم الـ N اللي أضرب بها هي نفس النقطة فالـ NA. أميوم أطيها بالسؤال، نجي للـ NA منين أطلعها؟ أطلعها من summation FY عمودية أدي قوة وزن مقدارها 10 كيلو جرام تتحول إلى نيوتن وأشتغل عادي. إذا ما حولتها ماكو إشكال يعني، بس تكون تنتبه إنه الوحدات بالنهاية مال الأرقام تكتبها كيلو جرام، ما أصور النقص لا أنا ولا دكتور مناف. إذا الحل يعني كله صحيح ونطلع بالكيلو جرام مو ذاك الإشكال. هسا ننتقل للسؤال اللي بعده. هذا السؤال يقول determine the maximum force P، مطيني قوة P، حدد أكبر قوة P that can be applied اللي ممكن تسلطها بحيث البلوك A، البلوك A هذا المكعب A in figure A without causing either block to move. أوكي. حدد أكبر قوة P ممكن تسلطها على هذا البلوك A، حدد أكبر قوة ممكن نسلطها هنا بحيث بتخلي أي واحد من ذني البلوكين يتحرك. يعني شون قوة كلش بسيطة، شون يعني قوة الطفل خلينا نقول يحاول يسحبها وما تنسحب، أريد يعني قوة كلش بسيطة تخلي ولا واحد من ذني البلوكين يتحرك نهائيا، حالة استاتيك. خلينا نجي نتخيلها أول شيء، وأهم شيء إنه نتخيل. هسه إذا شنو يعني إذا 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 رادن ينسحبن شنو نوع الحركة اللي ممكن تصير بذني الجسمين؟ الحالة الأولى ممكن أي ينزلق ويندفع يجي لهنا، ممكن أي يزحف، وممكن هو البلوك كله هذا من الجرة ينزلق عن الأرض. يعني ممكن أي يزحف على بي، ممكن بس أي يتحرك وحده ويزحف على بي، يزحف وخلينا نقول يوقع هنا يصير أي هنا هيجي، وممكن لا يظل أي ثابت بس اثنين هن ينزلقن على الأرض. تخيلتوها وياي؟ يا دكتور تخيلنا. زين بهاي الحالة يا حالة من هنا تصير؟ ما محددني بالسؤال، إذا نكون أحسبهن اثنيناتهن أشوف من اللي يتحرك. بس هو وزنه 200 أي صحيح ممكن أي أثقل، بس باوع المعامل الاحتكاك بين السطحين، احتكاك البي ويا الأي بوينت واحد، وهذا واحتكاك الأي ويا البي بوينت اثنين، فما تقدر. يعني هذا يستوعبن اثنيناتهم متساوي هاي الحالة بأثناء السحب. ما افتهمت شلون؟
يعني وزننا راح يصير اثناء يعني وزننا السحب راح يصير اثناء اثنينات السحب المساوي، اثنينات المعامل المساوي، الاحتكاك مال اي المعامل اعلى من الاحتكاك المعامل مال اي الاحتكاك اعلى من مال بي. معامل الاحتكاك مال بي. لا ليش وزن المتساوي؟ قصدي ما تصح المقارنة. شوف هو لو اثنينات معامل الاحتكاك مالتهم بوينت واحد، نقول ايه ممكن الاي ينزلق ووحده، ينزلق الاي على البي وخلاص يبقى البي ثابت. بس هذا معامل احتكاك اكبر. يعني شنو معامل احتكاك اكبر؟ يعني الاي تقريبا متمسك ببي اكثر، صعب الاي يعني شلون يتخلى عن بي ويتحرك وحده. ليش؟ لان معامل احتكاك بي عالي، فهمت قصدي؟ بوينت اثنين اعلى من بوينت واحد. اي تمام دكتور. فشويه معامل الاحتكاك بيناتهم يخليهن يتماسكن اكثر، وممكن اثنيناتهم ينزلقن عن السيرفس عن الارض. فما نقدر نحكم انه يعني من حيث الوزن، لان الاحتكاك هماتين يتدخل. خلينا نجي شويه نشيكها. راح نحل الاحتمالين اثنيناتهم، والشغله كلش سهله يعني لا تتخوفون منها. كل الموضوع انه كون ترسم فري بادي دايجرام عدل، اللي هو هذا. هسه بالحاله الاولى ممكن اسيوم امبيندينج سلايدنج ات سيرفيس 1. خلينا نفرض انه راح يصير سلايدنج بالسيرفيس 1، يعني يا هو هذا الاول انه راح يصير الانزلاق على هذا السطح. يعني شنو؟ يعني الاي راح يتحرك عن بي، حتى لو تكتبها بالعربي ما عندنا مشكله. في حاله حركه انزلاق الجسم اي عن بي فقط، نجي نكتب اذا راد ينزلق، بس لحظه، اذا راد ينزلق اي عن بي شلون راح يصير الفري بودي دايجرام مالته؟ هذه يا ماكو داعي اكتبه. ادي الوزن دبليو مال الاي، نزلته 100، رد الفعل راح اكتبه ان وعلى جهه لانه السطح واسع، يساوي 100. ليش 100؟ لانه ما عندي قوه عموديه ثانيه، سميشن اف واي، يعني هنا اخذنا سميشن اف واي تساوي صفر. عدي W سالب 100 والN للأعلى 100 تساوي صفر، والN للأعلى فالN تساوي 100. فهذه N1 تساوي 100. ليش سماها 1؟ لأنه هو يعني السيرفس الأول، الN المؤثرة على سطح التماس الأول اللي هو هذا. هذا سطح تماس أول، هذا سطح تماس ثاني. أجيت سحبت الـ B من هالجهة، إذا الاف ايش راح تصير؟ عكس الاتجاه، سماها اف 1 لأن هي موجودة بسطح التماس الأول اللي هو هذا. هسه summation اف اكس تساوي صفر، أقدر أقول إنه البي تساوي اف 1. إيش قد الاف 1؟ نجي نطلعها 100 من يعني ميو اس في ان 1. ميو اس 1 عندي 2 ميو، آني عندي ميو هذه اللي سولفنا عليها أنا وزميلكم يمكن بهاء، بوينت اثنين، وعدي هذه اللي هي بوينت واحد. إذا أخذ هذه لأن أنا دا أشتغل على السيرفس الأول اللي هو بوينت اثنين، فأخذتها بوينت اثنين في 100. 100 يا هي الأنوان اللي إحنا حسبناها هنا، طلعت لي الأف 1 تساوي 20. قاعد تفتهمون هيجي لو احلى واحد يعني صبوره واحده. فهمتين دكتور؟ واضح دكتور. هسه بوينت 2 في 100 طلعت لي الاف 1 20، اجي اساويها للبي. اذا هسه اول قوه عندي طلعت لي 20. هاي في حاله شنو؟ في حاله انه الاي وحده يتحرك. اذا الاي يتمسك بي كلش بسبب الاحتكاك ممكن يجره وياه، وخصوصا انه الوزن مال اي راح يتسلط هماتين على بي. يعني الميت باوند مال اي راح تنعكس. شوفوا احنا هنا قبل شويه مو رسمنا هذا الفري بودي دايجرام، رسمنا هذا الفري بودي دايجرام اللي هو يخص حركه اي. طلعنا القيم مال الان 1 والاف 1، شلون اعوض عنهن؟ أعكسهن وأخليهن على بي. تذكرون من كنا بالهنج بالكورس الأول كنت أقول لكم القوة اللي طلعوها بطرف تسلطوها عكسها على الطرف الثاني؟ هنا أنا نفس الشيء، طلعت الـ N1 شلون كانت؟ كانت للأعلى مقدارها 100،
هاي وين على بلوك A، من تجي البي تحطها نفسها بس بعكس الاتجاه، مقدارها 100. طلعت F1 اتجاهها لليسار تحطها نفسها على B بس اتجاهها لليمين، تعكسها وتخليها نفس ما كنا نسولف بالكورس الأول بالضبط. فهسه بلوك B هو نفسه عندي همتين BN2 و BF2، بس من فوق ينعكس عليه المعطيات مال A زين، وعندك همتين الوزن مالته اللي هو الدبليو بي تساوي 200. هاي نطيها بالسؤال. هسه اذا جيت انا مثلا اجي ارسم الفري بودي دايجرام اللي بالبي، عندي الوزن مالته اللي هو دبليو بي، وعندي رد الفعل مالته اللي هو ان2 لانه سطح ثاني، وعندي الاف2، وفوق ايش عندي؟ عندي رد الفعل اللي هو ان1، وعندي الاحتكاك اللي جاي من السطح الاول. فهذا الفري بودي دايجرام مال بي. هسه اذا اجيت اخذت سميشن اف اكس او سميشن اف واي، تطلع لي هواي معطيات، تطلع لي اغلب اللي اريده. بالبداية خل نطلع الاف2 اللي هي تساوي معامل الاحتكاك في الان2. الان2 شقد؟ شلون نطلعها هنا 300؟ جمعت بالضبط، عاشت ايدكم. لنول الاحتكاك من الاسفل. اي بلي بالضبط، عاشت ايدكم. بعبارة اخرى ماخذ سميشن اف واي تساوي صفر، فش عنده قوة عمودية؟ عنده سالب 100 مال الانون، وعنده الوزن اللي هو 200 هم عمودي، وعنده الان2 للاعلى تساوي صفر. هذني مجموعهم سالب 300، تروح للطرف الثاني تصير موجب 300 اللي هي هاي. احسنتم. هسه عندي الان2 وعندي معامل الاحتكاك الثاني مال السطح الثاني اللي هو 0.1 مال السطح الثاني، فصارت 0.1 في 300 طلعت لي القوة 30 اللي هي هاي، او العفو هاي 30. summation fx تساوي صفر، البي ناقص f2 تساوي صفر، إذن البي تساوي f2 وتساوي 30 باوند. هسه يا قوة من عتن اللي اختارها؟ إذا أي يتحرك، الأي يتحرك بعد ما أسلط 20 باوند ينزلق وحده، وإذا سلطت 30 باوند، إذا سلطت 30 باوند الأي والبي يتحركن سويا. فشنو أكبر قوة بي اللي تخلي الأجسام ما تتحرك؟ هو بالسؤال يريد ولا واحد منهن يتحرك. إذا سلطت 20 باوند الأي يتحرك، وإذا سلطت 30 باوند الأي والبي اثنيناتهم يتحركن ينزلقن عن القاع. فشنو القوة اللي إذا سلطتها ما حد منهن يتحرك؟ لازم أقل من العشرين دكتورة. لازم أقل من العشرين بالضبط، عاشت إيدك. لازم أقل من العشرين. إذن القوة اللي راح تسبب الانزلاق هي العشرين. عد العشرين، عشرين وفوق ينزلق، أقل منها يظل الجسم في حالة ثبات، وهو المطلوب بالسؤال. هسه شنو الما مفهوم؟ أنا لحد هنا أصور صار ساعة، ما أريد أخذكم أكثر من ساعة. فقولوا لي شنو المفهوم، شنو اللي نعيده، وين هسه المشاكل، على مود باكر إن شاء الله نكمل باقي الأمثلة حضوريا. عندنا بعد إيش كم مثال وموضوع الانقلاب. عندكم سؤال شيء ما واضح لحد هسه؟ لا دكتور.